بالضبط في المدينة. طبعا كيف امس موجود انت في الحادث اللي انا موجود هنا. كيف حصل الحادث؟ حصل الحادث اسمع صوت وانا مخزن ونزلت هنا في واحد يصيح لي من دفنه بجيب الشدود. حصلني نزلت جبت الشدود من السياره الشراعي صيحت لابنه ونزلت انا وهو وصلنا وزعنا الشدود احنا معنا شد جانب وهذا اخذوا جانب ثاني طلعناهم على بس طلعكمهم بعد ما لا الاول هذو خفينتين اللي راحت قد هي قبل ما يجي قبل ما يجي انت جابوا لهم الشيلان والشيلان ضاعوا وانتم اللي كانوا بوسط السياره دفنوا لهم حبال دفنوا لهم حبالات عمليه انقاذ كل يعني. ثلاثه بجهه كم حركوا من السياره؟ من السيارة يجي يمكن ثمان نساء ثمان نساء وغير اثنتين اللي قهرية عاشت نساء واثنين عيال يعني عمره يعني شبابها واربعة عيال صغار وإن شاء الله سبحانه وتعالى الآن احنا بدأنا بمبادرة إنشاء جس وتم التفاعل سفن برس